أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي، أهلا بكم في سلسلة دروس الفيزياء. إحنا لسه في الوحدة الأولى الكهربية التيارية في الفصل الثاني اللي هو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وأجهزة القياس الكهربي. إحنا في الدرس الثالث من الفصل الثاني اللي هو المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري. احنا في الدرس السابق درسنا المجال المغناطيسي لتيار يمر في سلك مستقيم، وكلمنا عن قانون امبير، وعرفنا ازاي نجيب المجال المغناطيسي لسلك مستقيم. لو انا عندي سلك بيمر فيه تيار I، فالمجال المغناطيسي على مسافة D، قلنا ان دي بتساوي ميو في اي على 2 باي في دي، وقلنا ان ميو ديت اللي هي النفاذية المغناطيسية للوسط اللي هي في حالة الهواء 4 باي في 10 اس ناقص 7، وقلنا ان وحدتها ويبر على امبير متر، وقلنا ان كثافة الفضل المغناطيسي بتاعنا ده هو ده الوحدة بتاعته ويبر على المتر المربع أو اللي هي التسلا، وقلنا إن التيار اللي وحدته الأمبير ودي اللي وحدتها المتر، وقلنا إن اتجاه المجال المغناطيسي اللي حوالين سلك بيمر فيه تيار كهربي بنحدده بقاعدة اليد اليمنى لقانون أمبير، إن أنا لو أنا حطيت صباعي الكبير اتجاه التيار فالاربع صوابع بتوعي بتاع ايد اليمين هيبقوا بيلفوا في اتجاه المجال المغناطيسي. ده باختصار اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، المجال المغناطيسي لسلك. دلوقتي هنتكلم على المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري. ملف دائري ده شكله ايه؟ عندي ده شكل الملف الدائري. ده شكل الملف الدائري عباره عن انه دايره الشكل ده بمرر فيها تيار كهربي. المجال المغناطيسي بتاعها هيبقى ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الدرس ده. بيقول لك المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري عند امرار تيار كهربي في سلك منحني على شكل حلقه دائريه، فان المجال المغناطيسي الناشئ عن هذا الملف الدائري يشبه الى حد كبير المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير. طب هو المجال المغناطيسي المغناطيس قصير دوت نفسه شكله ايه؟ قال ده لو كان مثلا مغناطيس قصير اهوت، وده القطب الشمالي وده القطب الجنوبي، فانا المجال المغناطيسي يخرج من الشمال للجنوب بالشكل ده، فهتلاقي ان هو يعني متركز هنا اهوت، كما لو كان خارج خط مستقيم كده، وهنا متركز هنا اهوت كده. ده المجال المغناطيسي لايه؟ لمغناطيس قصير. لو اننا بصينا للملف المجال المغناطيسي الناتج عن الملف بيمر فيه تيار كهربي هنرسمه ازاي؟ هنمرر الملف من خلال ورق كرتون، وهنجيب برادة حديد، وهنطرق او هنقر على الكرتون اللي عليها برادة الحديد، هنلاقي ان برادة الحديد انتظمت بالشكل ده. فده شكل التوزيع بتاعة المجال المغناطيسي في حالة ملف دائري، وقلنا ان هو يشبه الى حد كبير المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير. طيب المغناطيس احنا عارفين ان له قطب شمالي وقطب جنوبي. طب انت بتقول لي ان ده شبه مغناطيس قصير، ماشي انا موافق. القطب الشمالي بتاعه فين والقطب الجنوبي بتاعه فين؟ قالك طب بص على اتجاه التيار. لو انت بصيت على اتجاه التيار من الناحيه دي، يعني دي كانت عينين سعادتك، وانت بتبص على اتجاه التيار من الناحيه دي، لو انا بص من الناحيه دي هبص الاقي التيار بيمر ازاي؟ بيمر شكله كده، مش انا شايفه من هنا هو لكن كده. لو انت من الناحيه اللي بتبص على التيار ولقيت التيار ماشي في اتجاه عقارب الساعه، اعرف انك ناحيه القطب الجنوبي.
طيب لو واحد تاني جه هنا اهوت من الناحية التانية وبص على التيار، بص انا باصص من هنا اهوت من الناحية التانية اهو، بص على التيار، لما اجي ابص على التيار، لا انا باصص من الناحية دي، انا باصص من الناحية دي، هيبقى شكل التيار ايه؟ انا هبقى شايف شكل التيار جاي كده لو انا باصص من الناحية دي. فانا لو باصص من الناحية دي هيبقى شكل التيار عكس اتجاه عقارب الساعة اللي انا شايفه من الناحية دي، عكس اتجاه عقارب. الناحية اللي انا شايف منها التيار عكس اتجاه عقارب الساعة دي تناظر القطب الشمالي للمغناطيس القصير المكافئ للمغناطيس او المجال المغناطيسي اللي خارج من الملف. فنقول الكلام دوت، المجال المغناطيسي للتيار يمر في ملف دائري يكون الوجه الذي يبدو فيه اتجاه التيار عند النظر اليه في اتجاه عقارب الساعه قطب جنوبي. انا بصيت هنا اهوت، بصيت على شكل التيار، انا شايف التيار ماشي في اتجاه عقارب الساعه، يبقى انا باصص من ناحيه الجنوب. الوجه الذي يبدو فيه اتجاه التيار عند النظر اليه في عكس اتجاه عقارب الساعه، انا بص من الناحيه الثانيه، لما بصيت من الناحيه الثانيه التيار ماشي كده اهوت، لما اجي ارسمها هتبقى جايه كده اهوت عكس اتجاه عقارب الساعه. الوجه الذي يبدو فيه اتجاه التيار عند النظر اليه في عكس اتجاه عقارب الساعه يكون ايه؟ القطب ده القطب الشمالي. وبذلك فان الملف الدائري يمر به تيار يكافئ ثنائي قطب، ثنائي قطب عندي قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، ثنائي قطب مغناطيسي، بنسميه دوت ايه؟ ماجنتيك دايبول او ثنائي القطب المغناطيسي. تمام؟ يبقى الملف الدائري اللي بيمر فيه تيار كهربي يكافئ ثنائي قطب ايه؟ مغناطيسي. اتجاه الشمال واتجاه الجنوب، بص على شكل التيار، انت شايف التيار بيمر في اتجاه عقارب الساعه، يبقى انت بص من ناحيه الجنوب. انت شايف التيار بيمر عكس اتجاه عقارب الساعة، يبقى انت باصص من ناحية الايه؟ الشمال. تمام؟ طب بدل ما ابص من يعني عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، طب ما تيجي ندور لنا على قاعدة أسهل شوية. قال لك طب عندي قاعدة أسهل. هات إيديك اليمين ولف التيار بالأربع صوابع بتوع إيديك اليمين. لف التيار بالأربع صوابع، يعني خلي الأربع صوابع بتوع إيديك اليمين دول في نفس اتجاه التيار. خلي الاربع صوابع بتوع ايديك اليمين دول في نفس اتجاه التيار. صباعك الكبير ده الابهام هيكون اتجاه الماجنتيك فيلد او المجال المغناطيسي، ده اتجاه الشمال. يبقى صباعك الكبير ده اتجاه الايه؟ الشمال. يبقى الناحيه الثانيه اتجاه الجنوب. اظن دي اسهل من ان انا ابص على عقارب الساعه ومش عقارب الساعه. يبقى انا لو انا بايدي اليمين لفيت بالاربع صوابع في اتجاه التيار اللي بيمر على الملف، صباعي الكبير ده هيكون في اتجاه ايه؟ الشمال. دي بنسميها قاعدة البريمة اليمنى. قاعدة البريمة اليمنى يلاحظ انه لا يوجد ان هو قاعدة البريمة اليمنى يقول لك لتعيين اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار كهربي نتخيل دوران بريمة او الوز بالايد اليمين في اتجاه الربط، بحيث ان اتجاه اليمين ده هو اتجاه التيار بتاعي، يعني ده اتجاه الربط في اليد اليمنى في اتجاه الربط في اتجاه عقارب الساعه عند مركز الملف، بحيث يشير اتجاه دورانها الى اتجاه التيار الكهربي، يعني انا الاربع صوابع بتوعي دول اتجاه التيار الكهربي في الملف، فان اتجاه اندفاعها اتجاه ارتفاع البريمه اندفاعها هو اتجاه صباعي كبير يدل على اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز الملف. يبقى التعيين او قاعده البريمه اليمنى لتعيين اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار كهربي، ملف دائري يمر به تيار كهربي، نتخيل دوران بريمه او الوز في اليد اليمنى، انا ماسك الالوز ده بايديا اليمين في اليد اليمنى في اتجاه الربط، لما لفها ناحيه اليمين يبقى انا بربط اللي هو في اتجاه عقارب الساعه عند مركز الملف، بحيث يشير اتجاه دورانها الى اتجاه التيار الكهربي، يعني انا اتجاه اليمين بتاعي ده اتجاه صوابعي ديت صوابع اليمين الاربع صوابع دول هم اتجاه التيار، يبقى اتجاه الابهام عندي اللي هو اتجاه البريمه
هو ده هيكون ايه اتجاه المجال المغناطيسي او الاتجاه بتاع الشمال، يبقى اللي تحت منه يبقى ايه اتجاه الجنوب. واضح؟ طيب يبقى انا عندي قاعده الرديمه اليمنى ان انا هلف الاربع صوابع بتوعي في اتجاه التيار، يبقى اتجاه الابهام هو اتجاه الشمال بتاع المجال المغناطيسي، يبقى الناحيه الثانيه هو اتجاه الجنوب. بما ان ده اتجاه الشمال يبقى ده اتجاه الجنوب، يبقى ده النورث، يبقى ده ايه الساوث. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان انا اصغر مساحه عندي او اصغر حجم عندي اللي هو الحجم بتاع الملف. الملف ده بيديني شمال وجنوب. يعني انا ما معنى ان انا لو كسرت اي مغناطيس لحتت صغيره هيفضل عندي شمال وجنوب، ما اقدرش اطلع الشمال لوحده ولا الجنوب لوحده. يعني انا ما فيش عندي قطب مغناطيسي شمالي بس، ما فيش عندي قطب مغناطيسي جنوبي بس. يعني فاحنا هنا بنقول ايه؟ يلاحظ انه لا يوجد في الطبيعه اقطاب منفرده. يعني انا دايما عندي اي مغناطيس نصه شمالي ونصه جنوبي، مفيش عندي شمالي بس ومفيش عندي جنوبي بس. فدائما يوجد قطبان احدهما شمالي والثاني ايه؟ جنوبي. وبذلك يماثل الملف الدائري الذي يمر فيه تيار مغناطيس على هيئه قرص، قرص مالوش سمك. القرص اللي مالوش سمك ده له وش من الناحيه دي شمال ووش الناحيه الثانيه جنوب. قرص مصمت له قطبان مستديران احدهما شمالي والثاني ايه؟ جنوب. يبقى ما معناه ان انا ايه؟ انا ما عنديش في الدنيا قطب شمالي لوحده ولا قطب جنوبي لوحده. انا عندي المغناطيس بيتكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. ماشي؟ طيب. لدراسه المجال المغناطيسي للملف الدائري هنعمل نفس اللي احنا كنا عملناه في الاول خالص مع ارسطو. هعمل ايه؟ هجيب الملف وهحط براده حديد وهمرر تيار كهربي، هلاقي ان براده الحديد انتظمت في شكل خطوط، الخطوط دي هي خطوط المجال المغناطيسي، بس المره دي مش هتبقى عباره انها دوائر، لا ده هتبقى عباره عن انها حلقات بالشكل ده. والحلقات دي بتنتظم في النص على انها خطوط مستقيمه. فهنا بنقول لك ايه؟ لدراسه المجال المغناطيسي للملف الدائري هننشر برادة حديد على لوح من الورق المقوى الذي يخترقه الملف الدائري، نفس اللي احنا عملناه قبل كده هو في السلك. هنمرر تيار كهربي في الملف وهنعمل طرق، ننقر على لوح الورق المقوى طرقات خفيفه. ايه اللي هيحصل؟ هتترتب برادة الحديد متخذة الشكل اللي باين ده. الشكل اللي باين قدامنا ده ايه؟ الخطوط ما هياش دايرة. يعني انت هتلاقي ان انت عندك هنا دي دايرة صحيح؟ هتبقى دوت عبارة انه قطعة ناقص كده الشكل ده. فهتبقى ما هياش دوائر. لا. تفقد الخطوط الفض دائريتها. مش هتبقى دوائر. تختلف كثافة الفض المغناطيسي من نقطة لأخرى. هتلاقي ان كثافة الفض المغناطيسي في المنطقة دي كتيرة قوي، ان هو بتبتدي انها تقل. خطوط الفض المغناطيسي عند محور، ده الملف ده اللي احنا بنسميه المحور، ده محور الملف. خطوط الفض المغناطيسي عند محور الملف الدائري عبارة عن خطوط مستقيمة. خط مستقيم. متوازية. ومتعامدة على مستوى الملف، يعني كما لو كانت انها عمودية على مستوى الملف. مما يدل على ان المجال المغناطيسي في هذه المنطقة مجال منتظم. انها خطوط مستقيمة واخدة خط مستقيم ومتوازية لبعضها، يبقى خط، يبقى مجال مغناطيسي ايه؟ منتظم. تمام؟ طيب. كثافة الفيض المغناطيسي بتتناسب مع كثافة برادة الحديد. طب نشوف برادة الحديد بتنتظم ازاي؟ قال لك ان كل ما عدد اللفات يزيد كل ما برادة الحديد تزيد تنتظم اكتر. يبقى معنى الكلام دوت ان ايه؟ ان كثافة الفيض المغناطيسي تتناسب طرديا مع عدد اللفات بتاعة الملف. كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري تتوقف على ثلاث عوامل. الثلاث عوامل يا سيدي عدد لفات الملف. كل ما يزيد عدد لفات الملف كل ما الفيض المغناطيسي بتاعها هيزيد او المجال المغناطيسي بتاعها هيزيد. ان انا عندي المجال المغناطيسي يتناسب طرديا مع عدد لفات الملف. شدة التيار اللي مر في الملف، كل ما زود التيار اللي في الملف كل ما المجال المغناطيسي يزيد.
يبقى المجال المغناطيسي بيتناسب طرديا مع شدة التيار اللي بيمر في الملف، بتتناسب عكسيا مع نص قطر الملف. كل ما الملف يبقى واسع يبقى المجال المغناطيسي في مركزه يقل، يبقى تتناسب عكسيا مع نص قطر الملف الدائري. يبقى كل ما ازود نص القطر كل ما المجال المغناطيسي، او ان المجال المغناطيسي يتناسب مع واحد على ار، حيث ان ار ده هي ايه؟ نص قطر الملف. يبقى كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملف الدائري تتوقف على كم عامل يا عم؟ ثلاث عوامل: عدد لفات الملف، شده التيار اللي مر في الملف، نص قطر الملف. عدد لفات الملف تناسب طردي، شده التيار تناسب طردي، نص قطر ملف تناسب عكسي. تمام؟ طيب بما ان تتناسب مع الان وبتتناسب مع الاي وبتتناسب مع واحد على الار، طب ما تجيبوا لنا قانون بقى يقول لي ان المجال المغناطيسي بيساوي ايه؟ هقول لك والله على حسب الكلام ده ان المجال المغناطيسي بيتناسب مع الان في الاي على الار، يبقى انا ناقصني ايه؟ ثابت التناسب. ثابت التناسب طلع ايه؟ طلع ميو على 2 ار. ميو على 2. يبقى انا ثابت التناسب بتاعي المره دي ميو على 2. ثابت التناسب لما كنا بنتكلم على السلك كان ايه؟ حد فاكر؟ لما كنت بتكلم على السلك، لما كان عندي سلك بيمر فيه تيار اي وانا على مسافه دي، فانا كان عندي البي بيتناسب مع الاي وبيتناسب عكسيا مع الدي. ثابت التناسب كان مين فاكر؟ كان ميو على 2 باي الاي على الدي، اللي احنا سميناه ايه؟ قانون امبير. هنا ثابت التناسب في حاله الملف الدائري، لا ميو على 2 بس من غير بعد، خلي بالك من دي. يبقى انا المجال المغناطيسي بي بيساوي ميو على 2 مضروبه في ان في اي على ار. ماشي الكلام؟ يبقى انا ثابت التناسب في حاله الملف ميو على 2 بس، مش ميو على 2 باي. يا رب نفتكر. يبقى يمكن حساب كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملف الدائري، عند مركز عند النقطه دي. خلي بالك ان القانون ده يتطبق عند النقطه دي وبس، لو اي نقطه تانية لا القانون ده ما يتطبقش. يعني القانون ده بيتطبق ايه؟ عند مركز الملف الدائري. يمكن حساب كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملف الدائري بمعرفه نص القطر اللي هو ار وشده التيار اي وعدد اللفات ان، حيث تطبق العلاقه ان البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 الار. وقلنا ان الميو ده هي معامل النفاذيه، لو كنت بتكلم على الهواء معامل النفاذيه للهواء، ومقدارها كام؟ 4 باي في 10 اس 12. ارجع تاني واكد، دي كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملف، القانون ده لمركز الملف بس. ثابت التناسب ميو على 2، ثابت التناسب اللي كان موجود في السلك كان ميو على 2 باي. ماشي الكلام؟ طيب يجي لي السؤال ازاي؟ ما هي العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به التيار كهربي؟ ما احنا لسه قايلين عندي ثلاث عوامل. العامل الأول عدد اللفات، عدد لفات السلك أو عدد لفات الملف إن بتتناسب إيه؟ إن المجال المغناطيسي بيتناسب طرديا مع عدد ملفات الملف. طيب إيه التاني؟ العامل التاني شدة التيار آر. المجال المغناطيسي بيتناسب مع شدة التيار تناسب طردي. العامل التالي نص قطر الملف اللي هو الآر. عندي المجال المغناطيسي اللي عند المركز بيتناسب عكسيا مع نص قطر آر. الكلام ده كله بيتركب مع بعضه ازاي؟ ان انا عندي البي بتساوي الميو على 2 مضروبه في الان في الاي على الار.
واضح يا شباب؟ ماشي، يبقى دي ايه هي العوامل التي تتوقف عليها كثافة القطب المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار قطبي. ماشي، مثال: عين كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري نص قطره 11 سم. R بتساوي 11 سم، يعني كام؟ يعني 11 من 100 من المتر، لازم أنا أحولها للمتر. عدد لفاته 20، يعني N بتساوي 20. ويمر به تيار كهربي 1.4 أمبير، يعني I بتساوي 1.4 أمبير. علما بأن معامل النفاذية ميو للهواء هي 4 باي في 10 أس ناقص 7 ويبر على أمبير متر. طيب، تطبيق مباشر، أنا عندي المجال المغناطيسي بي هيساوي الميو على 2 ثابت التناسب اللي عندي في حالة الملف مضروب في N في I على R. ميو 4 باي في 10 أس ناقص 7، N ب 20، N ب 20، I 1.4، 2 مضروبة في نص القطر، لازم أنا أحول نص القطر للمتر، 11 من 100. تمام؟ هنا هوت للأسف مفيش عندي باي تروح مع الباي، فأنا هعمل إيه؟ هحط الباي ديت ب 22 على 7، تبقى ديت 4 في 22 على 7 في 10 أس ناقص 7 في 20 في 1.4 على 2 في 11 من 100. صح كده؟ طيب أنا هنا هوت هعمل إيه؟ ال 11 من 100 ديت، إيه رأيك أشيل ال 100 دي وأضرب 100 فوق، إيه رأيك؟ وال 100 دي هاخد منها صفر وأشيل العلامة العشرية دي، حلو كده؟ دي 14 مع السبعة ب 2، وال 2 ديت مع ال 2 دهيت راحوا مع بعض. جميل؟ فاضل عندي إيه بقى يا سيدي؟ في عندي 10 في 20 ب 200. هناخد ال 100 بتاعتها تبقى 2 بس، 2 في 10 أس ناقص 5، إيه رأيك؟ 2 في 4 ب 8، 8 في 22، يبقى أنا عندي 22 في 8 تبقى عبارة عن إنها 6، وهنا هو 6 6، يبقى أنا 6، لا استنى 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 استنى، أنا عندي حاجة ناقصة إن هو أنا عندي حاجة ناقصة إن هو عندي لا ده ما عنديش 2 هنا، استنى أنا عندي 2 هنا، عندي 2 في 4 ب 8 في 22، المفروض دي تبقى 7، المفروض دي تبقى 7، تعالى أحسبها بالآلة الحاسبة. استنى أنا نسيت ال 11 اللي تحت ديت يا راجل، ادي ال 11 ديت مع ديت تبقى ديت بقت 2 بس، خلاص بس كده خلصت. فاضل عندي كام؟ عندي 2 في 4 ب 8 في 2 كمان ب 16 16 16، وعندي 0 و0 هنا 10 اس 2 و10 اس ناقص 7، يبقى 16 في 10 اس ايه؟ اس ناقص 5. وحداتي مين؟ وحداتي ويبر على المتر المربع، او اللي هي اسمها ايه؟ تسلم. ماشي يا شباب. طيب، ملف دائري نص قطره 1/10 متر، يعني هنا ده الار بتساوي 1/10، ومديها لي بالمتر على طول كتر خير. يمر به تيار 10 امبير، اي بتساوي 10 امبير. احسب كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزه، علما بان الملف يتكون من لفه واحده، لفه واحده يعني ان بتساوي كام؟ 1. بي بتساوي ميو على 2 بتاعه الملف مضروبه في ان في اي على ار، ميو 4 باي في 10 اس ناقص 7 على 2 مضروبه في 1 مضروبه في الاي 10 سمع على الار 1/10، يعني دي عبارة انها 2 باي في 10 اس ناقص 7 في 10 اس 2 اللي هي 10
على 10 تبقى 100، تبقى ديت 2 باي في 10 أس ناقص 5، والوحدة بتاعتي إيه؟ تسلا أو ويبر برميتر كلوين. ممكن أضرب الاتنين باي ديت 2 في باي، تبقى عبارة عن إنها كام؟ 2 في باي اللي هي 3.14 2 باي، تبقى هتديني إيه؟ هتديني 6.28% في 10 أس ناقص 5 تسلا. تمام. طيب، ملف دائري يتكون من 14 لفة، يبقى أنا عندي N بتساوي 14، نص قطر كل منها 11 من 100 متر، يبقى أنا عندي R 11 من 100 متر. احسب شدة التيار الكهربي الذي إذا مر بالملف، يعني أنا اللي مش عندي الـ I، I بتساوي كام؟ أنا مش عارف. احسب شدة التيار اللي إذا مر بالملف أنتج فيضا مغناطيسيا كثافته 8 في 10 أس ناقص 4 تسلا. يبقى أنا عندي B بتساوي 8 في 10 أس ناقص 4 تسلا عند مركزه، علما بأن معامل نفاذية الهواء 4 باي في 10 أس ناقص 7 ويبر على أمبير متر. وبيقول لي احسب الباي ب 22 على 7، ما تتفزلكش، استخدمها 22 على 7، ماشي؟ طيب، هنا هو القانون بتاعنا بتاع الملف الدائري ايه؟ بيقول لي ان بي بتساوي ميو على 2 مضروبه في ان اي على ار. ايه اللي عندي؟ انا عندي البي المره دي 8 في 10 اس ناقص 4. الميو 4 باي في 10 أس ناقص 7 على 2، الإن ب 14، الآي ده دي الحاجة اللي أنا مش عارفها، الآر 11 من 100. طيب أنا المرة دي إيه؟ أنا عايز أعرف الآي، يبقى أنا هنا أهوت أنا ممكن من الكلام ده أقول له والله تبقى الآي بتساوي إيه؟ هودي المقام ده أضربه هناك في البسط 8 في 10 أس ناقص 4 مضروبة في 2 في 11 من 100 على أنزل البسط هنا مقام هناك 4 باي، قال لي استخدم الباي 22 على 7، 22 على 7 حاضر، مضروبة في 10 أس ناقص 7 مضروبة في 14. حلو كده؟ طيب ال 14 دي تروح مع السبعة دي يبقى دي بقت 2 صح؟ وال 11 من 100 دي خليها 11 في 10 أس ناقص 2 تمشي؟ 10 أس ناقص 2 ال 11 مع ال 22 تبقى 2 تمشي؟ جميل. عندي 2 في 2 ب 4 وعندي هنا 4، طب بقول لك ايه؟ الاثنين في الاربعه الاولانيين دول ادي 2 وادي 4 هوديهم مع الثمانيه دي، ايه رايك؟ والاثنين دي هتروح مع الاثنين دي. حلو كده؟ فاضل عندي ايه؟ ما هو كله الحمد لله اتشطب. يبقى انا مش فاضل عندي غير ان الاي بتساوي 10 اس ناقص الاربعه دهيت في 10 اس ناقص 2 دهيت، وعندي 10 أس ناقص 7 في المقام أطلعها في البسط تبقى 10 أس 7، 10 أس ناقص 6 في 10 أس 7 تبقى عبارة إنها 10 أس 1 تبقى عبارة إنها إيه؟ 10 أمبير، صح ولا أنا غلطان؟ تمشي ماشي. طيب بالشكل دوت إحنا خلصنا المجال المغناطيسي نتيجة لتيار بيمر في ملف، هنا جبنا المجال المغناطيسي عند مركز الملف، وقلنا ان الملف ده بيتكون من عدد n من اللفات، وقلنا ان المجال المغناطيسي عند مركز الملف هو عباره عن ميو على 2 مضروبه في n مضروبه في i على r، حيث ان عدد اللفات i التيار r نص القطر بتاع الملف
الميو اللي هي النفاذيه المغناطيسيه بتاعه الوسط العادي. كده يبقى احنا جبنا المجال المغناطيسي لسلك يمر به تيار كهربي، جبنا المجال المغناطيسي لملف يمر به تيار كهربي. الدرس الجاي ان شاء الله هندرس المجال المغناطيسي لملف لولبي. اللولبي دوت هنشوف الكلام دوت ان شاء الله في الدرس الجاي. اشوفكم على خير في الدرس الجاي، وربنا يوفقكم جميعا تحصلوا على اعلى الدرجات يعني.